عزة كالنحلة في وسط الميدان. عكاشة حمزاوي عنده الكرة، صعدوا اللاعبين تاع الوداد، مازال عكاشة، راح مزيان يا عكاشة، انطلق من مزيان، وصلته مزيان، استلمها مزيان، أيوه مزيان مازال عنده الكرة، يلا يا مزيان، عرضية ممتازة لأمير، استلمها هيثلت يا أمير، لربيع مفتاح، التوزيع عرضية يا مفتاح، اللمسة الأخيرة تقتضي المزيد من التركيز يا ربيع، اللمسة الأخيرة تتطلب الكثير من التركيز يا ربيع، 3 دقائق على نهاية المباراة وأي مباراة، 3 دقائق على نهاية اللقاء وأي لقاء، أمير سعيود هاو يسلم على الكرة وكأنه يقول لها يلا زوري شباك الوداد، أمير سعيود في تنفيذ الركنية كرة جول، أمير بابا مرة ثانية، الحكم خلى اللعب، ما زال في عناصر الاتحاد يا شافعي، يلعب على الجهة اليسرى لمختار بن موسى، اخرجوا من التسلل، الكرة خطيرة، أولالا، الحارس راح يسقط ويربح شوية ثواني، يلا اسقط، المهم لم نصل بعد الدقيقة 90 موعد هدف التعديل لفريق اتحاد العاصمة، طبعا حتى نزيد التشويق شوية، لأنه فعلا اتحاد العاصمة يستحق أنه يعدل النتيجة ويستحق يتأهل للمباراة النهائية، مثلما سيكون تأهل الوداد للمباراة النهائية، تأهل مستحق كذلك بسبب الجهد المبذول، هاي كرة أمير سعيود يلعبها لربيعة، يا ربيعة أصحابك كلهم في القائمة الثانية، ارفعها شوي سجيل الهدف الثاني وما زال اللعب، الحكم سيحتسب ما لا يقل عن 4 دقائق من الوقت بدل الضايع، تعاد الكرة من قبل صلاح الدين السعيدي بعيدة تماما، يلا يا بالجلالي، التغطية الدفاعية من بن خماسة من هنالك على الجهة اليمنى، بن خماسة صار في الخلف رفقة أيوب بن عبد اللاوي، الدقيقة 90 الآن، حان موعد تسجيل الهدف الثاني عبد اللاوي لصالح فريق الاتحاد، عبد اللاوي بن خماسة مرة ثانية، بن خماسة ما زال يلعب لبالجلالي أو أمير سعيود، وصلت لمزيان، دخل مزيان، مزيان بينية، مزيان مع درفلو والكرة ضايعة وانطلاقة بالهجمة المعاكسة لصالح عناصر الوداد سريع الكرة وخطيرة على الجهة اليمنى، محمد يسدد والكرة سهلة بالنسبة إلى مختار بن موسى في تنفيذ هذه الركنية، ركنية الجول وركنية هدف التعادل يا مختار، ينفذ هذه الركنية مختار بن موسى، حذاري من الخطأ، أرضية خطيرة، ولا مزيان، ركنية أخرى يقول حكم المباراة انهاروا تماما اللاعبين تاع الوداد، تماما انهاروا اللاعبين تاع الوداد في هذه المباراة، يا مزيان، يا عبد الرحمن كاد ياتي هدف الفوز، الركنية مرة ثانية، مختار بن موسى وين تلعبها؟ مختار بن موسى مرفوعة بشكل رائع، ولالا وركنية رجعت للخلف ما زال دقيقتين، كرة أخرى وضعي تسلل، تسلل بن شرقي ويسجل جول، بن شرقي ويسجل جول، هدف ثالث في الدقيقة الثانية.